وشهدت قرية الشطاء التابعة لمركز دمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. ووقعت القافلة الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية. القافلة بتشهد إقبال كبير من المواطنين على الرغم من إن النهاردة يوم أجازة. طبعا قبل ما بننزل المكان بندرس احتياجاته الصحية والخريطة الصحية الخاصة به. شطا من ضمن الأماكن اللي هي بتعد فيها تعداد سكاني كبير وبتغطيها القوافل العلاجية بالخدمات الصحية المختلفة والمميزة. بنشكر القافلة وبنشكر السيد الرئيس اللي بعت لنا قافلة لعلاج المسنين وعلاج الناس اللي مش قادره، وبنشكر السيد الرئيس على اهتمامه بالقافلة اللي يبعتها للبلاد لغاية البيوت. سمعت عن هذه القافلة اللي عملها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شطة، فجيت هنا ما شاء الله ما شاء الله، جيت هنا أكشف عظام، وهنا كل التخصصات جلدية وعظام وأسنان ورمد وصدر وبطنة ما شاء الله، والعلاج موجود مجانا والكشف مجانا. والله النظام حلو وما شاء الله تنظيم فوق الوصف، ودكاترة ممتازين وبيوصفوا العلاج مجانا والكشف مجانا والتحليل مجانا، جزاهم الله خيرا.